ازاي نلتقي اليوم ان شاء الله مع كبسولة قانونية جديدة وكبسولة اليوم اجرائية ضمن مجموعة كبسولات اجرائية نتابعها معا والتي تثقل الاجراء القانوني في الكبسولة لتنفيذ اجراءات اثناء نظر الدعوة وقبل الفصل فيها في اي دعوة. ومن هذه الاجراءات وكبسولة اليوم عن إعلان حكم التحقيق. وفي البداية كما تعودنا لتوضيح مفهوم ذلك نقول أنه أي حجز للدعوة للحكم ليس معناه أن يصدر حكم منهي للخصومة في الدعوة، ولكن قد ترى المحكمة في سبيل إنهاء الخصومة أن تصدر حكما تمهيديا في الدعوة يكون الهدف منه استبيان حقيقة الدعوى المنظورة كي تكمل المحكمة بعض الأوجه في الدعوى والتي تقنع عقيدة المحكمة بموقف الخصوم فيها، وذلك بما يؤكد ما تصل إليه المحكمة في الحكم المنهي للخصومة وفق قناعتها بموقف الخصوم. ويكون من بين ذلك إصدار المحكمة حكما تمهيديا بالتحقيق في الدعوة، وتحدد المحكمة لذلك جلسة لنظر الدعوة بالتحقيق فيها، وليحضر كل طرف من طرفي الخصومة بشهوده في الواقع على ألا يقل ذلك عن شاهدين، أو على ألا يقل عدد الشهود عن 2 من شهود الواقع المثبتين لها على عاتق المدعي الذي عليه عبء الإثبات أو نفيها على عبء المدعي عليه في نفي الواقعة المقام عنها الدعوة، أو أن يكون عبء الإثبات على المدعي عليه في بعض الأحيان إذا كان هناك إجراء في الدعوة يلقي بعبء الإثبات على الخصم، ونتناول ذلك في حلقة منفصلة مثل إن شاء الله حول الطعون الإجرائية مثل الطعن بالجهالة أو الطعن بالإنكار إلى آخره. المهم في ذلك أصدرت المحكمة حكما تمهيديا في الدعوة بالتحقيق، وتكلف المحكمة المدعي أو طالب التحقيق حسب الأحوال أن يعلن الخصوم بالحكم التمهيدي اللي هو حكم التحقيق للحضور أمام المحكمة في الجلسة التي حددتها المحكمة لذلك. ويكون الإعلان صحيفة إعلان عادية جدا زي أي صحيفة إعلان، زي إعلان بإعادة إعلان أو إعلان إداري أو إعلان دعوة مدنية، أي إعلان بيحدد المدعي والمدعي عليه ويحدد فيها الإعلان بالحكم التمهيدي بالتحقيق فيه، ويحدد في الإعلان الجلسة المحددة لنظر الدعوة بالتحقيق. وتكون الصحيفة ديباجة عادية بين الخصوم في أي إعلان والتكليف بالجلسة المحددة لذلك، ويتضمن التكليف بالحضور إلى الجلسة وفق ما حددته المحكمة في ذلك في الحكم التمهيدي والمطلوب فيه.